Ladies and gentlemen, we're ready to start. The first fight of the lightweight division scheduled for 4 rounds. He has the referee in the ring, Mu'tasim Billah. In the red corner, we have Ahmed Abdulrahim. And in the blue corner, we have Timor Gazaly. عشان الماتشات اللي جايه كلها عشان اللعيبه هيتبص على الرقاص قبل ما يطلع الماتش ان الرقاص مش جاهزه مش هيلعب يعني او منتهيه Thank you.
ايوه
الشمال الاول. تحت ايوه يا ايوه 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 حط وراها تاني وراها بص حط وراها حط وراها اليمين علي ايدك علي ايدك ها ايوه انت على طول انت في الدم ها يلا يلا
يلا ها فيك شامل ايوه ايوه ثاني ثاني فوق صح هي دي ثاني ايوه ثاني 10 ايوه 10 اه اضرب معاه عشان ثاني ثاني فوق ثاني فوق ابدا بالجاب يا احمد انت مش مين حكم الحلقة؟